إلى الصاحب الوفي الذي أحسن صحبتي في الرخاء والشدة. اسمع هذه البشارة في سنن الترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. أمح الخطأ من أجل الأخوة، لكن لا تمحي الأخوة من أجل الخطأ. قالوا العرب قديما: من طلب أخا بلا عيب صار بلا أخ. والله يا إخواني، لولا الأمل بالله والتوكل عليه لضاقت نفوسنا وأيامنا خوفا من المستقبل. من دواعي الطمأنينة أن تسمع قول الله جل وعلا: سيجعل الله بعد عسر يسرا. تواضع صفة ترفعك عند الله وعند الناس. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا، وجعل صلى الله عليه وسلم باطن كفه إلى الأرض، قال: رفعته إلى السماء هكذا. ثبت في الحديث الصحيح أن مجرد غمسة في الجنة تنسي صاحبها شقاء الدنيا. هذه لذة الغمسة، فكيف بلذة الخلود فيها؟ يقول سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. خدمة الآخرين بدون مقابل وقعها عند الناس عظيم، وأجرها عند الله أعظم. قال سبحانه عن موسى عليه السلام: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فلم ينتظر منهم لا مدحا ولا عطاء. كونك صريح لا يعني ذلك أن تكون قليل أدب، احترم الناس رجاء. ثبت في السنة أن من موجبات دخول الجنة لين الكلام. في صحيح البخاري يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. الله يجمعنا وإياكم على حوضه. سهل جدا أن تطعن في الناس وتفتري عليهم، لكن عسير عليك يوم القيامة حين تطالب بالدليل والبينة. يقول سبحانه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقف الحسن البصري على قبر فقال لرجل بجانبه: لو رجع إلى الدنيا ماذا يصنع؟ فقال الرجل: يتصدق ويصلي ويتزود من الخير. فقال الحسن: فإذا فاتته فلا تفوتنا نحن. كثير منا عنده اجتهاد في معرفة الجوانب المظلمة عند الناس، هذا لا يجوز. يقول سبحانه: ولا تجسسوا، يعني خذوا ما ظهر لكم واتركوا الناس تحت ستر الله. يقول سبحانه عن يوم القيامة: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. شريط الأعمال يعرض عليك يوم القيامة بتفاصيله الدقيقة. فيا رب تقبل منا ما أحسننا واغفر لنا ما أسأنا. ارحموا المساكين وضعفاء الناس. ورد عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عائشة: يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. إذا وصلتك فضيحة لأحد ضع نفسك مكانه، هل تتمنى أن يتناقل الناس